السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل مع بعض مشروع بسيط سهل جدا جدا، وهو بورتوفيه. انا النهاردة هشتغله مش بمكرمية ومش بقطان مش بأي حاجة، انا هشتغله بخيط قطن. تمام، الخيط ده اللي هو الخيط الاوكراني، كنا عملنا عليه قبل كده ريفيو. ممكن تشتغلي بيه براحتك، اشتغلي بديفا، انا هشتغله مجوز، هو زيه زي الديفا بالظبط. اشتغلي بديفا مجوز، انا هعمل برضو معاكم مشاريع تانية بالديفا برضو ان شاء الله. اشتغلي بيه، اشتغلي بديفا مجوز، اشتغلي بكوتون جولد، اشتغلي بمكرمية او ايطان او سلسلة او براحتك خالص، بس مش هيبقى نفس العدد بتاعي اللي هتشتغل بده او بالديفا المجوز، هتشتغل بنفس العدد بتاعي. انا هقول لك التزايدات بتاعته. انا اشتغلت قطعه الاول، بس هنعمل مع بعض عينه. بس دلوقتي الخيط ده هنشتغله انا اشتغلته بابره 2.5، ماشي، بس طلعت ماسكه وضيقه قوي معايا. بس طبعا ايه، انا بحب الشغل كده. انت هتشتغلي بمجوز اشتغلي بابره 3، هتشتغلي ان كان ده او الديفا المجوز او مثلا روما او الخيوط اللي هي الاستوكات نفس اللي هي نفس فتله الديفا، اشتغلي مجوز. تمام، فاحنا دلوقتي هنعمل عينه الاول، ماشي، بس بخيط تاني خالص، بس دي كعينه الاول بس في العدد. هنسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل الاول كام سلسله؟ هنعمل تزايدات الرقم 4، يعني هنعمل الاول 28 سلسله زائد واحد، تمام، غير الارتفاع. هنعمل 29 سلسله الاول، ماشي، عودة البداية. ادي 1 2 3 4 5، اعمل الاول 29 سلسلة، ماشي، وارجع لكم. عملت كده 29 سلسلة، تمام. حبيتي انت تكبري، ضيفي 4 سلاسل على 29. حبيتي تكبري اكتر، ضيفي كمان 4، تمام. كل لما تعوزي تكبري فيها هتضيفي 4 سلاسل. احنا دلوقتي كده عملنا 29 سلسلة، تمام. حبيتي تصغري شيلي 4 سلاسل من 29، يمكن واحده تحبي تعمل بوك صغنن خالص كده، مش عارفه ايه، هتصغري ال 29 سلسله دول. لو هتعملي نفس المقاس من خيط قطن مثلا، هيبقى مش محتاج 29 سلسله، هيبقى محتاج اقل علشان يطلع نفس المقاس ده. لو عملتي 29 سلسله بخيط قطن هيطلع اكبر من كده، هتطلع السلاسل اكبر من كده، فهتنقصي منها 4 سلاسل. تمام، احنا كده معانا 29 سلسله. هنعمل 3 سلاسل ارتفاع، تمام، وندخل فين؟ في اول سلسلة بعد التلاتة، ونعمل عمود. هنعمل عمود في كل فتحة، ثواني كده، مش هنعمل عمود في الفتحة بتاعتنا العادية دي، لا، هنعمل، ثواني عشان انا دخلت هنا في العمود العادي اتلخبط، فين هندخل؟ ورا هنا، ماشي، في الحلقة دي، مش عارفة اذا كانت واضحة ولا لا في التصوير، ماشي، الحلقة دي، تمام، وما خدتش لف. هنعمل هنا، بسم الله، هنا، ماشي. هنعمل اول عمود، اشرحه هنا باستفاضة. هناخد لفة، ماشي، احنا عندنا هنا الاول السلسلة اهي، لا مش هنعمل لف دي ولا في دي، في اللي في الظهر دي، خدتي بالك؟ ماشي، ونعمل ثواني كده عمود، اقولها تاني، ما بندخلش هنا زي ما بندخل عادي في الشغل العادي. عايزه تشتغلي كده براحتك، تمام، بس هي هناك بيبقى شكلها احلى، في الظهر هنا، في الخلف هنا كده، تمام. ده في اول عمود بس، في الاول، قصدي اول دور سلاسل، اول دور اعمده بس، تمام. هنشتغل على كل عمود عمود ونرجع تاني. كده عملنا السلاسل كلها. اهم حاجه عندنا في شغلنا اللي دايما بيظبط لك شغلك العدد، دايما عدي من اول 3 سلاسل ارتفاع اللي هم بمثابه اول عمود لغايه اخر عمود، معانا 30 عمود، تمام. هنعمل ايه؟ هنطلع سلسلتين ارتفاع، بترتفع بسلسلتين بيكون احسن، بيبقى شكلها واسع وشكلها وحش، تمام. وتقلبي الشغل كده
تاخدي لفة وتعملي ايه؟ اول عمود ده خلاص احنا طلعنا سلاسل الارتفاع ده بمسافة اول عمود، هنعمل ايه؟ هنعمل عمود في اللفة الامامية اللي هو ايه؟ بريد امامي. هنعمل كم واحد؟ هنعمل اربعة. ادي عملنا واحد اللي هو بتدخلي من ورا العمود كده، تمام، تخلي العمود على الابرة من قدام، تعملي ادي التاني وادي التالت وادي الرابع، تمام. بعدين هنعمل ايه؟ هنعمل اللي بعديه خلفي. خلفي اللي هو ازاي؟ بصوا لفي كده، ادخلي من هنا، خلي الابرة هي اللي، سوري معلش خرجت من بره الكتر، هنلف فوق نخلي الابرة اهي، ندخل من هنا من ورا ماشي، ونخلي العمود ورا الابرة، والابرة اهي كده ماشي، ونعمل عمود خلفي ماشي. كمان واحد، هنعمل اربعة، تمام، عملنا اتنين بقى اتنين، ادي التالت ادي الرابع، تمام اهو. هنعمل كمان ايه؟ اربعة كمان امام. هنفضل شغالين بنفس الطريقة دي، ادي اربعة امامي واربعة خلفي، ادي واحد التاني التالت الرابع. عملنا كده الاربعة الامامي اهي، نعمل ايه؟ اربعة خلفي، تمام، ادي الخلفي اهو، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة. هنكمل على هذا المنوال، أربعة أمامي وأربعة خلفي، تمام أهو، لغاية نهاية الدور هرجع لكم. خلصنا كده آخر عمود أهو في الأربعة الأخير الأماميين ماشي. باقي إيه كده؟ باقي هنا اللي احنا كنا عاملينهم الارتفاع ماشي. هنعمل ايه؟ هناخد لفة وناخد عمود من هنا في الفراغ هنا، تمام، عشان يبقى احنا بادئين بعمود وناهيين بعمود، بادئين بعمود بناهيين بعمود. هنعمل ايه؟ هناخد سلسلتين ارتفاع، سلسلتين بس مش ثلاثة، تمام، ونلف. هنعمل ايه لما نلف؟ اللي كان امامي بقى خلفي، شايفه؟ بصي خلفي بقى خلفي اهو، يعني هنا كده امامي، تقلبي الشغل تشتغلي على الخلفي. هنعمل ايه؟ هنعمل لما بقت خلفي دي هنعمل امامي بقى. بصي ناخد هنا ايه؟ اربعه امامي، خدنا سلسلتين ارتفاع وندخل على اول غرزه بعدها، ادي واحده امامي، الثانيه، الثالثه، الرابعة. عملنا ماشي اربعة بريد امامي غير سلسلتين الارتفاع. اللي بعدها هنعمل ايه؟ هم اللي بعدها الاربعة دول هنعملهم بريد خلفي. بريد خلفي اللي هو بندخل، بصوا ناخد اللفة وندخل من ورا اهو ورا الغرزة، ونعمل عمود اللي بعدها التاني اهو، التالت، الرابع، ولنهاية الدور على كده. فوق الامامي يعني دي اهي، خلفي هنشتغل امامي يعني دي اهي، بصوا اهي دي خلفي اهي، هنشتغل عليها امامي، عمود امامي اربعة، ادي التاني
التالت الرابع. تمام كده، ونشتغل ايه لنهاية الدور؟ هيجي يقابلنا عمودين سلسلتين الارتفاع، هندخل من هنا ونعمل اخر عمود، احنا بادئين بعمود وناهيين بعمود، هنركن دي عشان دي قطعة كده تجربة وابرتها، ونشتغل بالخيط بتاعنا. انا عاملة اهي اهي قطعة، تمام، سايبة هشتغل معاكم سطر علشان تشوفوا. بصوا انا شغالة مجوز بابرة 2.5، بس انتي اشتغلي مجوز بابرة 3، متشتغليش زي بابرة 2.5، ضايقتني قوي وبقى صعب في الشغل وتقيل وضيق، هي طالع ضيق خالص ما شاء الله، انتي مش محتاجة تحته بطانة. ماشي اهو، انا سايبة هنا اهو ادي عمود امامي، حتة بقى انا كنت بشرحها لكم، انا كنت بقول لكم تدخلوا من ورا العمود، وادي التاني كده، انا عملت اخر اربع بريد امامي. هنا بقى في ايه؟ سلسلتين الارتفاع بصوا بيبقوا مدفوسين كده، خدي بالك عشان هنا لما بتطلعي، بصي كده لما بتشوفي هنا وتحسي ان الحته داخله كده معروجه بيخونك اهي، انت هتقولي هي خلصت. طبعا بتكلم ده للمبتدئات يا جماعه، طبعا انتوا على عيني وعلى راسي احسن ناس وبتشتغلوا احسن مني كمان، بس انا بقول الكلام ده للمبتدئات اللي بيطلع عندهم الخط من هنا كده، بصوا هنا الخط مسطره. في ناس بقى بتطلع سطر داخل سطر خارج سطر داخل سطر خارج، لا، تفادي الحته دي بايه؟ بان انت بصي عندك هنا في اهو السلسلتين اللي احنا طالعينهم ارتفاعهم، تدخلي من جنبهم كده وتعملي ايه؟ عمود اهو اهي، ماشي، وتعملي اخر عمود زي ما احنا مبتدئين بعمود. تمام، عملنا القطعه دي. العرض والطول زي ما قلنا انت اللي بتحددي، يعني ده هيبقى مثلا لما نتنيها هيبقى بورتوفيه كده، مش انا لسه هشتغل سطر معاكم كمان هيبقى اطول من كده سنه، انت ممكن تكبري، قلنا هتكبري هتصغري هتزودي اربع سلاسل في البدايه خالص. تمام، هنعمل ايه؟ دي سلسلتين الارتفاع اللي قلنا عليهم، ونقلب ماشي، ونعمل ايه هنا بقى؟ خلفي اهو هنعمله امامي، ايه دي اول واحده ماشي، الثاني عمود امامي، التالت الرابع اهو، تمام، هنيجي هنا والامامي هنقلبه خلفي اهو، بصي اهو تاخدي اللفه وتطلعي. ماشي، هكمل لنهايه الدور وارجع لكم ان شاء الله. اهو انا خلصت الدور ماشي، طبعا زي ما قلنا اهم حاجة ننبه عليها النهاية اهو، وعملنا اخر عمود. بصي وانتي عاملة الارتفاعات سلسلتين بس، دي مش واسعة، بصي مش واسعة ازاي، بصي مش باينة ازاي، بصي ماشي. خلصنا كده الطول اللي احنا عاوزينه، انا اشتغلت بصي هتعدي كده اللي هي الايه الكيرفات دي، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، انا اشتغلت 12 واحده ماشي، هما ال 12 دول مش هيبقوا 12، هما هيبقوا 24، بس هما دول زي ما قلت لك عشان السهل تعدي، ادي 1 2 3 يعني 12 مربع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طبعا الطول او العرض او كده ده هيبقى اللون عمال يعمل في الاضاءة، هيعمل الطول والعرض ده زي ما قلنا انت اللي بتحددي المقاس اللي انت عاوزاه. تمام، بتقيسي بتتني كده وتشوفي ان هو كده، انا خلاص انا محتاجه كده خلاص، الكبر ده محتاجه يبقى اكبر يبقى اصغر، ماشي براحتك. تمام، هنعمل ايه اهو ماشي، تحددي الوش من الظهر، هو وشه وظهره يعتبر واحد،
تمام، بس انتي تنقي الايه اللي شكلها احلى في الشغل. اتني كده، عايزه الوش يبقى لجوه والظهر اللي بره، هتتني وانتي معاكي الشغل اهو. هنقفله منين؟ من الجنبين. اعملي بس سلسله واحده تمام، وادخلي فين؟ في اول غرزه هنا، ادخلي هنا واسحبي الخيط علشان هنقفل ايه بغرزه حشو. تمام، ادخلي اهو تحت العمود وهنا تحت العمود اللي قدامه ونقفل بحشو. انت ممكن تقفلي بمنزلقه بس انا بصراحه بحب اقفل بحشو. ماشي، اهو تحت الغرزه اللي عليها الدور والغرزه قدامها اللي عليها الدور، تمام، واسحبي الخيط واقفلي بحشو. تمام، هتمشي اهو اللي عليها الدور واللي قدامها، اسحبي الخيط واقفليه بحشو. هتمشي كده لنهايه الدور ونرجع ان شاء الله. كده خلاص خلصنا، قفلناها للنهايه، قطعت الخيط. ماشي، امني خيطك. ماشي، طبعا هتخفي الخيط في قلب الشغل. ايه ابره التنظيف بقى براحتك، انا بس بخفي كده عشان ايه مرجعش اعدل تاني. بخفي في قلب الخيط بالابره العاديه، بابره الشغل العاديه. انا كتير بعمل كده على فكره. بس تأمني كده ايه اهو، طلعي مع الشغل عادي. دي طريقه برضو لتأمين الشغل، بس ايه تبقي سايبه حته طويله كده حلوه، ايه عمرها ما بتفك. كل مره تعملي ايه قفله بس كده. انا بالنسبه لي بحب دي كمان اكتر من ابره التنظيف بصراحه. تمام كده يعتبر خلاص، مش محتاجه تاني اهي. اقفل بقى كده خلاص بس. تمام، واقطع واروح على الناحيه التانيه واعمل نفس اللي عملته. ماشي، بس المره دي بقى اعمل ايه؟ من تحت لفوق علشان هحتاج الخيط لما يطلع فوق اشتغل عليه. تمام، هوصل الخيط هنا من تحت، الخيط بتاعي زي ما انا عايزه. تقفلي بابره التنظيف وتخيطي، هتعرفي تخيطي قدام بعض. تمام، انا اهو دخلت في الغرزه دي مع اللي قدامها اهو. تمام، انا ما بعملش العقده، عايزه تعملي العقده براحتك اهو. وبوصل الخيط واقفل وبدخل وباخد خيطي معايا بشتغل عليه. الغرزة اللي عليها الدور مع الغرزة اللي قدامها اللي عليها الدور، وبسحب وعمل نفس اللي عملته، بقفل بحشو للنهاية. واشتغلي على حتة الخيط اللي انت سايباها معاكي، اشتغلي عليها ايه لنص الشغل بس كده، ايه تأمين للشغل. خلصها ان شاء الله وارجع لكم. رجعت عشان عايزه اقول لكم حاجه يا بنات مهمه. وانا بقفل كده، بص انا قفلت لغايه كده ولسه بصوا قفلت حته اهي والخيط معايا. حاجه مهمه في الشغل ايه هي؟ ان انت وانت طالعه سلسلتين الارتفاع، لو انت كنت طالعه ثلاثه كانت الحته دي بحرت معاكي ووسعت، واخده بالكم؟ وطول ما انت بتقفلي الغرزه واللي قدامها هي الغرزه اللي عليها الدور صح وتطلع شغلك والتقفيل مظبوط، لما تيجي تعدليه هيطلع الشغل مظبوط. وبصوا الشغل في الظهر زي في الوش، انا بصي مقفله اهو، ده الظهر طبعا ماشي، الشغل في الظهر هنشوفه في الوش. اهم حاجه زي ما بقول التقفيل النظيف علشان لما تعدلي شغلك يبقى نظيف وشكله حلو وشكله انيق. قفلنا يا بنات اهي للنهايه، قطعت زوايد الخيط. ماشي، زايد الخيط بس لسه معايا الخيط مشبوك، اللي انا لسه ما قطعتش يعني انا شغاله. تمام، لنهايه التقفيله دي هنعدل البوك بتاعنا او البورتوفيه. ماشي، هنعدله، ندخل ايديك هنا كويس في البروز تظبطيها. ماشي، ظبطيه كده قدام بعضه. بصوا كده التقفيل من الجنب، بصي اهو مفيش حاجه واسعه، مفيش حاجه، بصوا اهي مفيش حاجه واسعه اهو. ماشي، بعد كده بعمل ايه؟ الخيط اللي كنت شغاله بيه اهو. ماشي، انا هنا في الجنب. ماشي، هعمل ايه؟ هعمل سطرين ثلاثه حشو
علشان اركب السوسته ويبقى شكله ايه حلو كده. ماشي اهي كده الخيط اصلا معايا جوه. هقف هنا عند بصوا في غرزه من الغرز اللي فوق اللي جنب اهي، اطلع كده واسحب الخيط معايا واخرج. بتتلخبطي اقطعي الخيط ووصليه تاني في اي غرزه من الغرز براحتك واشتغلي. ماشي اهو باخده واطلع تمام، وهتبقى دي عندي ماشي غرزه البدايه. بعمل ايه؟ سلسله واحده تمام، وبشتغل في كل غرزه تقابلني اهي، في كل غرزه تقابلني هعمل غرزه حشو. ثواني اهي، في كل غرزه هتقابلني هعمل حشو اهو. ثواني عشان دي الحته اللي احنا كنا مقفلين فيها، فالشغل فيها ضيق، وانا زي ما قلت لكم انا شغاله بابره 2.5 مع خيط سمك الديفا ميجوز، فالموضوع ضيق معايا. ماشي هعمل حشو في كل غرزه هتقابلني هعمل غرزه حشو، داير ما يدور البوك كده او البورتوفيه للنهاية ونرجع كده. انا خلاص وصلت عملت غرزة حشو في كل دور، في كل غرزة، في كله وصلت الاول سلسلة انا ارتفعت بيها اهي، هدخل تحتها اهي واقفل السطر بمنزلقة تمام. هعمل بقى السطر الحشو ده هعمل سطرين او ثلاثة. انت ممكن تعملي البورتوفيه كله بلون وسطر الحشو ده بلون تاني، تعملي سطرين ثلاثة اربعة تعمليهم بلون تاني غير لون البورتوفيه نفسه. انا هعمل كمان سطرين، اول انا هقول لكم اهو هنطلع بسلسلة تمام، وندخل بقى بعد كده ايه دي خلاص اول واحدة، هندخل بعد كل حشو حشو اهو فوق كل غرزة حشو حشو تمام. هنعمل كمان سطر ده وهنعمل سطر كمان فوق ونرجع تاني ان شاء الله. انا كده خلاص خلصت يا بنات. انا لقيت ان دورين بس حشو احلى، جيت اعمل التالت لقيت شكله مش ظريف مش حبيته تمام. اهو خلاص خلصته. انا حاسه انه مش محتاج لبطانه، هو ما شاء الله بصوا يعني مهما احاول صوابعي بحاول ان هي تخترق مفيش، انا عامله ضيق قوي وحلو قوي. خدوا بالكم ان الشغل بالقطن في الحاجات دي بيبقى اقيم بكتير بصراحه من الخيوط التانيه، يعني القطن بيبقى اقيم. وانا عامله ميجوز فهو طالع حلو قوامه بصوا سمكه، يعني لو هتوقفيه كده اهو ماشي هيقف ماشي قوامه حلو. المهم احنا جبنا خلاص السوسته كمان هنركبها ماشي. بتقيسي السوسته، انا جايبه سوسته من اللي هي العاديه الصغيره دي، هي اللي عندي متوفره عندي. بتقيسي ماشي هسيب حته صغيره وبعدين اقص ماشي، اقص كده دي مقص بايخ ما بيقصش. الحمد لله اتقص تمام، وهأمن عليها برضو. ما عنديش نفس اللون بس انا هعمل ايه بقى، انت لو ما عندكيش نفس اللون اللي هتخيطي بيه يا تخيطي بخيط شفاف اللي هو بتاع الصنارة ده الشفاف اللي عديم اللون، يا اما تعملي ايه، يا اما تجيبي نفس الخيط اللي انت شغالة بيه ماشي، ولو تخين زي ده كده هو يعني هو طبعا سمك الديفا، خدي منه فتلتين تلاتة تمام، خدي منه فتلتين تلاتة واقطعيهم كده واعمليها ايه خيط خياطة يعني اهو، بقت رفيعة اهي وبقت تنفع للخياطة وهتبقى امتن كمان. هقطع بقى انا حتة كبيرة كده والضمها وارجع لكم. اهو يا بنات عملنا خيط خياطة وامتن مليون مرة من خيط الخياطة تمام. هنأمن بس الحتة دي، انا بحب أأمنها الاول قبل الشغل ماشي. ادخلي كده اقفليها اللي هو ايه نعمل بديل للحديدة دي ماشي.
بالخيط، هي بس متى ما حتة خيط خلاص كده خلاص شكرا، مش هيعدي السوستة خلاص. بس غرزتين كده امان، وافتحي السوستة بتاعتك اهي على قد البوك، وهنركب حتة صغيرة بس كده ماشي، هنحطها بقى كده مظبوطة ماشي. وتأمني عايزة تظبطي كده كده وتعملي الدبابيس الأول، احنا زي ما انا كنت شارحة قبل كده، تعملي الحتة دي الأول بتثبتيها كويس قوي ماشي، وبعدين عايزة تظبطي من هنا وتعملي بدبابيس علشان تعرفي تشتغلي صح تمام، هتعرفي تشتغلي من غير دبابيس تمام، بس احنا قلنا الأول الحتة دي، احنا قلنا في مناطق الامان في السوستة، المنطقتين دول الحرف ده والحرف ده دول مناطق الامان لازم كويس قوي نقفل عليه تمام اهو زي الفل كده اهو، هدخل من هنا وامن دي كويس قوي 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 في الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم، انا ما فيناش من غلاسة، انا لسه بقول فيك شعر يا دي الفتلة. لفت بس مني بس كده، هنأمن الحتة دي بثلاث اربع ايه خمس غرز كده كويس قوي، علشان دي اللي هي مناطق شد السوستة، اسمها مناطق الامان بتاعة السوستة كده، تأمنيها كويس ماشي. انا هخيط فيها ايه، وحلاوة بقى ان انت شغالة بنفس الخيط ماشي، مفيش اي حاجة هتبان، يعني دي ميزة كويس قوي 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 ان انا ملقتش عندي خيط نفس اللون العنابي ده ماشي، ان انا شغالة بنفس اللون بتاعي داخلة خارجة براحتي خالص، مفيش اي مشكلة تمام اهي. اوه خلطة فظيعة، خدي بالك بقى عشان انا بتكلم وسيت دخلت غلط تمام، هظبطها بس ثاني. لو حصلت معاكي كويس ان حصل كده، هتعملي ايه؟ هتفكي الابره خالص بدل ما تقطعي، ما تقطعيش، فكي الابره خالص من الخيط اهي، فكي الابره خالص من الخيط لو دخلتي غلط، وارجعي شدي الغرزه ولا كأن حاجه اتعملت اهي، ارجعي شدي الخيط اهو انا بشده ولا كأن حاجه غرزه دخلت، والضمي الابره تاني واشتغلي تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم ماشي، ونقفل تاني كويس زي ما قلنا كده، احنا عاملين سوستتنا مكانها مظبوط ماشي. نشتغل بقى هنا ايه، نركبها بقى ايه كده ثواني اهو يا بنات ماشي، هنظبط بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم كده ماشي، وتبتدي تخيطي اهي، ادخلي من هنا عادي من تحت الغرز من خلال السوستة، شدي بتخيطي خياطة عادية خالص، بس كل ما هنالك ان انتي بتظبطي سوستتك مكانها مظبوط اهو من جوه اهو ماشي، تخرجي الخياطة يبقى شكلها حلو مكانها مظبوط، لون الخيط بتاعك مناسب ماشي، وانتي لو حابه زي ما قلنا ثبتي دي دابس كده وشدي وظبطي وثبتي دابس ماشي، وزيني ايديكي كده وادخلي من هنا، ادخلي من تحت الغرز وخيطي تمام اهو من تحت اهو كده اهو، اظبطي شكل غرزك من جوه عشان ما يبقاش شكلها سيء، ادخلي يعني حاولي الغرز من جوه تبقى قريبه من بعض وصغننه، ومن بره عادي هي مش هتفرق لان انت شغاله بنفس اللون وبنفس الفتله ومفيش اي حاجه هتبان تمام اهي، يعني من جوه من بره براحتي، ومن جوه احاول ان الغرزه تبقى على قد ما اقدر صغيره، بصي من بره اهو مش بصي من جوه بقى الغرزه عندك اهي، خليها نقطه مش غرزه حته كبيره، بص اهي بس عشان ما تبكسلش، شايفه نقطه صغننه ازاي، نقطة صغننة كده جنب الخيط واخرج ماشي، اكمل دي كده للنهاية ان شاء الله وارجع لك.
انا رجعت لكم هنا يا بنات في نص السوستة عشان اوريكم من جوه التقفيل بتاع السوستة من جوه. بصي نقطة، انتي ماشية بنقطة، بصي مش باين ازاي رغم انها خياطة عادية خالص، نقطة عشان او مش اول ما تفتحي تبصي تلاقي الغرز عريضة كده وشكلها بيبقى بايخ. ماشي، انا عملنا هنا اشرحها تاني اهي، احنا من بره اهو ماشي، بدخل براحتي خالص اهو من بره شغلي براحتي. شوفي هنا عكس الدنيا بقى كده اهي، من بره بس مش باين لانه نفس الخيط ونفس اللون ونفس الفتله وكل حاجه. من جوه بقى بعمل ايه؟ مش بوسع ويبقى الحته عريضه هنا، لا بصوا هي نقطه كده، حته صغننه جنب ما طلعت بالابره نقطه كده صغننه، واخرج تاني ايه في الشغل من بره نقطه صغننه من جوه صغننه على راي زينب بنتي تقول لي انا ماشي اهي. يا رب اكون قدرت اوصلها لكم من بره براحتي تحت الغرز اهي، وبدخل ماشي من جوه حته ما فيش واخرج تقفيل سوستيتك اللي هو ساعه ما تفتحي البوك بتاعك او البورتفيه يبقى التقفيل مش فيه غرز باينه. بس نشد كده اهو مفيش اي حاجه زي ما قلت، هكملها دي للنهايه وارجع ان شاء الله. بعد ما بتوصلي للنهايه هنا يا بنات ماشي، لنهايه الحرف هنا ماشي، بتأمني كويس قوي علشان انا بقطع وارجع اكمل تاني من هنا. قلت قبل كده ان انت لما تبتدي من مكان ما بديتي احسن، ممكن تشدي كده وتشتغلي السوسته من هنا راجع، بس مش هتبقى نفس شده ايدك كده. يبقى هنقطع نأمن زي ما قلنا دي منطقه التأمين الحرف التاني ماشي، منطقه التأمين كويس قوي، نخيطها كويس الحرف ده ونقطع الخيط ماشي، منطقه التأمين هنا بخيطها كويس بأمن الحرف ده واقطع وارجع اوصل من هنا تاني. خلصنا الحرف الاولاني اهو تمام، هنجي نوصل هنا في الحرف التاني، بس هندخل بعد ما ربطنا عقدنا الخيط ماشي، مش هندخل في السوسته، هندخل الاول في البورتوفي نفسه او في البوك نفسه بالخيط عشان العقده ما تبقاش ايه باينه في السوسته تمام. ونعمل ايه نفس اللي عملناه الناحيه التانية، نخيط بقى براحتنا اهي، نظبطها نظبط السوسته كويس. الناحية دي بقى يا بنات زي ما قلنا هنشد ايدينا برضو زي ما شدينا هنا، هنشد ايدينا هنا حبة تدبسي دي كده اهو، بدابيس طرحة كده بدابيس تحجيبة تدبسيها وتخيطي ماشي، هتمشي عكس ما يعني انتي مشيتي من هنا لهنا، هتيجي من هنا هتمشي من هنا لهنا تمام. برضو زي ما قلنا ومن بره براحتك تمام. هنكملها بقى ان شاء الله للنهاية نفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الناحية التانية، هنكملها للنهاية ونرجع نشوف ايه شكل البوك النهائي لما يخلص. خلاص يا بنات ركبت السوستة اهي ماشي اهي اهي تمام. زي ما قلنا منطقة الامان بنأمن كويس هنا وهنا وهي بعد التركيب، بصوا مفيش حاجة اي حاجة باينة مش مكشكش، بص التركيب الخياطة نظيفة مش مكشكش اهو تمام. هنيجي بقى للمرحلة النهائية، عندنا كذا حاجة نقدر نحطها له ديكور، ميداليه كرة فر او الفراشة دي ماشي، انت ممكن تحطي الفراشة دي هنا هنا كده او في اي مكان بقى يريحك ماشي، ويبقى كده وبس، مش هيتحط بقى طبعا مع ميداليه ولا مع اي حاجه تانية ماشي. هحاول بس الصوره تبقى اوضح كده ماشي، ثواني اقفل الصوره، يبقى كده شكله حلو قوي وظريف قوي.
ينفع هدايا، هدايا لعيد الأم، هدايا للمدرسات ومش مكلف، ما تكلفش حاجة خالص. وممكن نركب الميدالية دي ماشي هنا في السوستة، بسم الله الرحمن الرحيم، في السوستة كده بس. وممكن كمان تركبي بدل الميدالية في بدل ما هي في السوستة كده، ممكن تركبيها في البوك نفسه هنا مثلا، تشبكيها هنا كده وتبقى علقة كده مثلا. ممكن بقى تركبي الكرة الفرو دي، وانا بفضل الكرة الفرو ماشي. انا جبت لها حلقة سهلة الفتح ماشي، وهخيطها هنا وهوريكو الشكل النهائي بقى، هصوره يعني. هركب ممكن تركبي الحلقة هنا، تبقى الكرة مدلدلة كده، يبقى شكله ظريف خالص ماشي. ممكن تركبيها هنا على الحرف من هنا، تبقى مدلدلة برضو كده، او هنا براحتك بقى الحاجات دي انتوا. وممكن دي تركب هنا بس كده ماشي. انتي الحاجات دي ذوقيات يا بنات، وحسب ما انتي عايزة تكلفي شغلك. دي ليها سعر، دي ليها سعر، دي ليها سعر، حسب ما انت تقدمي كده براحتك خالص. ممكن حتة زرار بسيط خشب، في زراير خشب ظريفة خالص تركبيها هنا، اللي يريحك. الفينش ده انت وذوقك تمام. يا رب اكون قدرت اوصل لكم اي معلومة ولو بسيطة. استنوني ان شاء الله بامر الله في اعمال تانية. ده اول بورتوفيه ان شاء الله هنعمله، عشان احنا داخل علينا عيد الام، في امهات كتير بيعملوا هدايا للمدرسات. البوك ده لما تعمليه للمدرسات وتركبي فيه اي حلية بسيطة، شكله حلو ومش مكلف خالص. عايزة تعمليه بقطن براحتك، عندك في قطن ستوكات لو هتعملي اكتر من حاجة. الميت جرام هيعملوا لك اتنين، وهتشتغلي مجوز هيعملوا لك اتنين، يعني الواحد كله على بعضه هيبقى متكلف تقريبا. انت لو جايبه خيط استوكات مثلا الميت جرام ب17 جنيه، اللي يعني هنقول الواحد متكلف بالسوستة ماشي تقريبا 10 جنيه تمام. يعني ده متكلف تقريبا 10 جنيه ماشي، هيبقى حلو قوي. تحطي بقى الميداليه انت حر فيه، في ميداليات ب7، في ميداليات ب5، في الكره الفرو بتبتدي من اول 3 جنيه 3.5 تقريبا، فوق الكره بتبتدي سعرها. ممكن تركبي كره فرو هيبقى كله على بعض واقف على 12 جنيه مع ظرف، مع شنطه هدايا ولا حاجه، او كارت معايده ظريف، وتعملي للمدرسات ولادك، هيبقى هديه ظريفه ومش مكلفه بالنسبه لك، وحاجه تستخدمها. يعني مثلا الولاد بيروحوا يشتروا ورده ومش عارفه معاها ايه، وحبه حاجات بيترمي اصلا بنفس السعر، بل بالعكس دي حاجه هتبقى بتستعملها. في افكار كتير جدا ان شاء الله بامر الله هنعرضها مع بعض. يا رب اشوفكم دايما بخير. هخلص هشوف انا هستقر على اللي هعمله فيها، اللي هركبه وهصوره لكم، وهنزل الصور ان شاء الله بامر الله، وهنزله مع الفيديو الصوره النهائيه. اشوفكم يا رب على خير، ودايما متجمعين على خير، وبحبكم جدا. ربنا يعلم يعني انتوا عيلتي التانيه، ربنا يخليكم ليا، ورب ما يحرمنا من بعض ابدا، ويا رب متجمعين على الخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.